أقيمت مراسم تشييع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة القطرية الدوحة. شيعت جنازة هنية من مسجد الإمام محمد عبد الوهاب أكبر مساجد الدوحة، والتي كانت مقر إقامته مع أعضاء آخرين في المكتب السياسي لحماس. كان عثمان هنية قد وصل إلى الدوحة بعد أن شيعت إيران جنازة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، حيث أقام المرشد الإيراني علي خامنئي صلاة الجنازة على جثمانه في مصلى جامعة طهران.